السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده فيه مسابقة للصف الثاني الابتدائي في عملية البلس، في تمارين آخر الفيديو ده موجودة في الترم الثاني، لو حلوها ابعتوها لي على صفحة أسس ببساطة أو على واتس الصفحة أو على الماسنجر بتاع الصفحة وأنا هصحح، وكمان هنزل الاسم بالديجري بتاع الطفل. فشجعوهم بقى ويلا شوفوا النهاردة هنشرح ايه. احنا هنشرح وبعد كده الاسئلة موجودة في اخر الصفحة. الليسون ده موجود في الترم التاني لحد ما يجينا كتاب المعاصر ان شاء الله ونرجع نشرح منه السلام بإذن الله. عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلاب الصف الثاني الابتدائي في قناة مي نت مي نت. النهارده الفيديو زي ما احنا اتفقنا، احنا لسه ما جبناش الكتب كتاب المعاصر اللي هنشتغل بيه ان شاء الله للماس في الصف الثاني الابتدائي، بس بنلم ايه اللي هيحصل في المنهج بتاعنا لحد ما نستلم الكتب ان شاء الله الخارجيه. زي ما قلت انا هشتغل من كتاب المعاصر للناس اللي هتشتغل معايا. انزل اعمل لايك واشترك في القناه، وكان في فيديو نزلناه وكان اول ليسون معانا ليسون الماني، نتكلم عن الماني اللي هي الفلوس، وقلنا ان كان في كلمه اسمها كومبين وكلمه اسمها ديكومبوز، نسيت الكلمة. المهم كان الكلمتين دول كان أهم كلمتين في درس الماني، يعني من الآخر يعني إيه نجمع فلوس مع بعض ويعني إيه نفك الفلوس. فكنا قلنا لل 100 اللي هي باوند، 100 باوند اللي هي الورقة اللي هي 100 equal بتساوي 5 20 باوند، يعني 5 تايمز من الورقة اللي هي 20 باوندز، اوكي، او ال 100 باوندز equal 50 باوندز plus 50 باوندز. طيب احنا الكلام ده هنشرحه تاني بالتفصيل وبشرح كتاب المعاصر، عشان احنا طبعا منزلين ملزمة وبنشرح منها. هناخد بقى الحصة ديت برضو بنتسلى في المنهج الترم التاني لحد ما نستلم الكتب. تعالوا نشوف ايه اللي موجود الترم التاني ومهم جدا 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 جدا. عندنا عملية add او find the same اللي هي عملية الاديشن، بس الاول كنا بناخده once و tense بس، يعني بنمبر consist of two digit، يعني كنا بنعمل عملية add بس لنمبر لرقم consist of بيكون من two digit يعني من once و tense، تمام. المرة دي بقى في الترم التاني عندنا هنعمل addition برضو بس من number consist from بيكون من 3 digit، number from 3 digit. تعالوا نشوفوا ايه ازاي كده. ده كده number consist of 3 digit، number بيكون من 3 digit، يعني رقم بيكون من 3 digit اللي هي ال ones ال tens ال hundred، تمام. فاحنا هنعمل دلوقتي عملية add اللي هي اضافة او plus، تمام. اللي متابع معايا هيعرف ان انا كانت حاجة مهمة عندي جدا جدا ان اكتب على كل number ال plus value بتاعته، ال plus value اللي هي لا ones لا tens لا hundred، يعني عندنا في grade 1 ones و tens، اما طلعنا شويه جريد 2 بقى عندي وانس وتنس و 100. فبنكتب الكلام ده بنكتب وانس تنس 100. نيجي عند برضو النمبر الثاني وانس تنس 100، ده كده نمبر كونسيست فروم بيكون من 3 ديجيت. اوكي، اول حاجه بنبدا بيها دايما الوانس، الوانس مع الوانس، يعني ده وانس وده وانس هنكتبه تحتيه هتبقى برضو وانس، والتنس مع التنس هيتكتب تحتيه هيبقى هو برضو تنس، وال 100 مع ال 100 هيتكتب تحتيها هيبقى 100. طب تعالوا نشوف هيطلع ازاي. هنبدا بال ones، 1 plus 1 plus 4 1 plus 4، طبعا زي ما احنا عارفين بنحط ال 4 في مخي وال 1 على ايدي، وبعد ال 4 5 هنكتبها تحتها. ندخل على التنس، 2 plus 2 في مخي و 2 على ايدي هيبقى 4. ندخل على ال 100، 3 plus 3 يبقى 3 و 3 في مخي و 3 على ايدي يبقى 6. يبقى النمبر هيطلع لي 645. ويا ترى الحاجه دي مهمه جدا؟ اه، ده الترم الثاني في جزئيه كبيره جدا بتتكلم على الاديشن لنمبر بي كونسيست فروم 3 ديجيت، يعني رقم
عملية الاديشن لرقم بيتكون من 3 ديجيت اللي هي مين عندي 1 10 100. طيب كمان في حاجة تانية، يعني مثلا لو جالي نمبر زي كده وليكن ده كده نمبر consist from 3 digit اللي هما 1 10 100 اللي هو البليس فاليو بتاع كل رقم فيها 1 10 100. طيب هنعمل له اد مع نمبر بس بيتكون من 2 digit. 2 digit يعني بيتكون من مين ومين؟ 1 و 10 بس، تمام، لان ده اسمه 27. فهيبقى هنا اول نمبر عندي في تحت البليس فاليو بتاع ال 1 والنمبر الثاني تحت ال 10، سوري 10 كده بتاع 100. 1 و 10 يلا هنبدا، هنبدا بمين؟ 1 مع 1 و 10 مع 10. 1 و 1 1 بلس 7 7 في مخي، 1 على ايدي، بعد ال 7 8 هنكتب ال 8 تحت ال 1. طيب نيجي عند ال 10 مع ال 10 2 بلس 2 2 2 4. وال 4 اللي في ال 100 في حاجه قدامها؟ لا، في قدامها 0، فكان قدامها 0 فهينزل زي ما هي 4، يبقى النمبر الجديد عندي 448. تمام. طيب هو ده بس اللي هناخده؟ لا، في عمليه الاديشن باي 10 وكمان عندي اديشن باي 100. وده كان في السنه الترم الاولاني خدنا اديشن باي 10، الترم الثاني بقى هناخد اديشن باي 100. تعالوا نشوف الكلام ده ازاي. يعني مثلا كان عندي مثلا اهو ادي نمبر بي كونسيست فروم 3 ديجيت 1 10 100 بلس مثلا يلا هنكتب 1 10 100. نيجي على نبدا بالوانس، يلا الوانس كام هنا؟ 3، والوانس اللي تحتيها 7. هنحط مين في مخي؟ انا بنحط دايما الكبير اللي في مخي، 7 في مخي وال3 على ايدي. يلا عد بعد اللي في مخك، مين بعد ال7؟ 8 9 10. قلنا هينفع نكتب ال 10 على بعضها؟ لا، الكلام ده واخدينه من الترم الاولاني ان احنا ما ينفعش نكتب 2 نمبر او نمبر كونسيست فروم 2 ديجيت مع بعض تحت، يعني مع بعض كده واحنا في عمليه الاد او في عمليه الماينس، بس الماينس ما بيتقابلناش كده. ما ينفعش في عمليه الاد، يعني انا ما ينفعش اكتب هنا 10. بعمل ايه؟ ال 10 بيتكون من كده صح؟ ده الوانس بتاعها وده التنس بتاعها، وده وانس وانس، يبقى ناخد مين؟ الزيرو. والوان بتاع التنس ده بتحطها فين؟ نحطه كده في سيركل فوق التنس. يلا نجمع تاني، وان وناين، نحط الناين في مخي، والوان ده احنا كاتبينه في سيركل كده على جنب علشان نرميه؟ لا، علشان هنعمل له عملية اد مع بعض، يعني هنقول الوان بلس ناين بلس تو. 1 و 9، 9 في مخي و 1 على ايدي، بعد ال 9 10. تمام، ال 10 لسه هنجمع معاها مين؟ ال 2، يعني ال 10 في مخي وال 2 على ايدي، هنقول بعد ال 10 11 12. ينفع نكتب ال 12 كلها؟ لا، ما انا كنت كتبت ال 10 بقى، لا هكتب ال 12، ادي ال 12 اهو، هكتب مين الاول؟ ال 2، واطلع ال 1 بتاع ال 12 عند ال 100 واحطها في سيركل تاني كده. يلا نعمل عملية اد تاني، 1 و 1 ال 1 اللي في سيركل مع ال 1 اللي تحت ال 100، 1 و 1 2، وال 2 اللي هتطلع لي دي هجمعها مع مين؟ مع ال 3، يبقى 2 و 3 5، 3 في مخي وال 2 على ايدي، يبقى 520. تمام؟ طب تعالوا ناخد واحدة تانية، الكلام ده موجود في الترم التاني اللي انا بشرحه ده، عشان الناس اللي لسه ما بتقولي ايه ده هي مش هتشرح من الكتاب، لا انا هشرح من كتاب المعاصر ان شاء الله، بس اول ما يوصل لي باذن الله. ادي عندي تاني عمليه تانيه، يلا نمبر consist from 3 digit، نمبر بيكون من 3 digit، 1 10 100، ادي 1 10 100 تحت برضو نمبر consist from 3 digit 1 10 100 282 309. تمام، يلا نعمل عمليه الاديشن بتاعنا. نيجي نبدا بالونس 2 بلس 9 بلس 9، نحط الكبير في مخي اللي هو 9، 9 في مخي 2 على ايدي، بعد ال 9 10 11. هينفع اكتب ال 11 كلها؟ اي حد يجي يكتب ال 11 كلها او اي يكتب رقمين جنب بعض في عمليه الاد وقفه، قول له لا ما ينفعش. ادي ال 11 بتاعي اهو، هاخد ال 1 اللي هي ناحيه ال 1 اكتبه. طب وال 10 دي
هنحطها فين؟ نحطها فوق التنس في سيركل كده على جنب، اللي هي الواني ده خدناه كده حطيناه في سيركل وحطيناه فوق هنا على جنب. طيب يلا نعمل اديشن مع الوان مع الايت عشان نعمله مع مع الزيرو. 1 بلس 8، الايت في مخي والوان على ايدي، بعد الايت 9، الناين نعمل لها اد مع الزيرو يعني نجمعها مع الزيرو. اي رقم بيقابل الزيرو بيضربه وينزل هو مكان الزيرو، فهنقول هنا يبقى 9. تمام خلاص، ما دام 9 هنكتب 9، مفيش 1 بقى هيطلع فوق هنا، هو ما قاليش اصلا 19، قال لي 9، كتبت 9. يبقى نيجي عند ال 100 ونعمل اد عادي جدا، 2 بلس 3 5. تمام، انا دلوقتي هيظهر لكم على الشاشه مجموعه جايه من كتاب تقريبا الباهر او سندباد من الكتب الجديده يعني. هنحلها مع بعض، هنحل يعني هحل كام مساله معاكم وبعد كده هسيب لكم الباقي انتوا تحلوه مع الولاد. طيب الحاجه الثانيه، درس ان شاء الله بكره باذن الله هنزل لكم بقى السبتراكت اللي هو الماينس، بس عن طريق احنا هنا كنا بنعمل اديشن باي 10 تمام، وكمان خدنا اديشن باي 100. المره اللي هو ان شاء الله الفيديو بتاع بكره هيبقى ماينس بس 10 وماينس هي 10، اللي هي بمعنى اصح ان احنا هنستلف من الرقم اللي جنبه. فان شاء الله تابعوا الفيديو ده وحلوا، خلي الولاد يحلوا كتير جدا جدا على الشرح بتاع الليسون ده علشان يبقى داخلين على الماينس بان هو يستلف من اللي جنبه، يبقوا مخهم وذهنهم فاضي عليه. واكدوا على الولاد ان يكتبوا على كل نمبر 1 و 10 و 100، لو 2 نمبر بس يبقى 1 و 10. طيب لو نمبر واحد يتكتب تحت الوانس، اكدوا على الولاد ان مفيش حاجه يعني الوانس وانس ما ينفعش اكتب رقمين تحتها، تنس وتنس برضو ما ينفعش اكتب رقمين، الرقم بكتب الرقم الاولاني والتاني اللي هو دايما بيبقى وان بيطلع فوق، يعني لو وانس مع وانس لو في نتيجه 12 مثلا بكتب التو والوان يطلع فوق التنس. طب لو تنس مع تنس اكتب الرقم ولو في 1 هيطلع فوق ال 100، هكذا عاملينه. تاني بقى من برضو الاديشن، بصوا بقى ازاي، يعني مثلا يجيب لي كده زي ما احنا برضو متعودين عليه في الترم الاولاني، بس كنا بناخد بي نمبر كونسيست فروم 2 ديجيت، هنا هناخد برضو نمبر بس بيتكون من 3 ديجيت اللي هو 1 10 100، هنا 1 10 100 تمام. هنكتب على كل واحد الاول 1 10 100، وبعد كده نيجي عند الايكوال وهنكتب 1 10 100 عشان كل واحد يتكتب في مكانه. طب هنبدا منين؟ من الوانز، ولو سمحت اقرا السؤال صح، يعني هنقرا من هنا ولا من هنا؟ الماس احنا بنكتب ماس من هنا، الماس بيتكتب من هنا صح، فهنقرا من هنا. يلا نيجي للوانز اللي هنا، نبدا بالوانز 1 بلس 0 1 بلس 0، طبعا اي رقم بيقابل الزيرو بيضربه وينزل مكانه هو الوانس يتكتب تحت الوانس. نيجي بقى 3 بلس 1، اوعى تقول لي 1 بلس 3، لا احنا بنكتب ماس يعني بنذاكر ماس، الماس بيتقرأ من هنا 3 بلس 1، 3 في مخي والوان على ايدي، بعد 3 4، 2 بلس 7، 7 في مخي و 2 على ايدي، بعد 7 8 9 تمام. طيب لو كتبنا كده اول حاجة نعملها ايه؟ نكتب على كل حاجة الونس والتنس والهاندرد. يلا نيجي نشوف، هنبدأ بالوانس مع الوانس، تنس مع تنس، والهاندرد مع الهاندرد، واحنا بنبدأ بالوانس. طيب بس نقرأ السؤال صح، بيتقرأ من هنا 4 بلس 8، عشان هنبدأ بالوانس والوانس، شفت انا كنت هنسى زي بعد الايكوال نكتب وانس تنس هاندرد، 4 بلس 8، الايت في مخي والفور على ايدي، بعد الايت 9 10 11 12 12، هينفع اكتب تحت الوانس 12 كلها على بعض؟ لها لا، ما احنا ما كناش هنا، لو فاكر انا جيت قلت لك ما ينفعش اجي تحت الوانس واكتب رقمين، ما ينفعش اجي تحت التنس واكتب رقمين، ما ينفعش اجي تحت ال100
الا بقى خلاص ما دام ما فيش حاجه ورا ال 100 اكتب عليه الرقمين، لكن لو في حاجه ينفع اطلع عليها ال 1 مثلا بتاع ال 12 خلاص اطلعه عادي. تمام، نيجي هنا يا فين السؤال اهي. يلا احنا قلنا هنا 4 بلس 8 12، ما ينفعش اكتب ال 12 كلها. طب اكتب مين؟ ال 12 بتتكتب كده، اكتب ال 2 ولا ال 1؟ لا هي هنكتب ال 2، نكتب اول رقم دايما. ادي ال 2 اهو، وال 1 بتاع ال 12 هنحطه فين؟ مش احنا وانس وانس، يبقى احنا المفروض هندخل على التنس بقى، يبقى احطه فوق التنس اللي هنبدا عمليه الاد بتاعتها. يلا 6 بلس 7 ومعايا 1 فوق اهو، يلا اجمع كده 1 بلس 6 7، يعني دول كده مع بعض 7. ال 7 بقى بلس 7، 7 في مخي و7 على ايدي، بعد ال 7 8 9 10 11 12 13 14، يعني 14. ينفع اكتب ال 14 كلها تحت التنز؟ لا، ادي ال 14 اهي، هكتب مين فيهم؟ ال 4 ولا ال 1؟ هكتب ال 4 طبعا الاول، وال 10 بتاع ال 14 ده، ال 1 بتاع ال 14 دي احطها فين؟ يلا هندخل على مين المفروض بقى؟ احنا جمعنا ال 1 وال 10، المفروض ناقص الدور على ال 100، يبقى هنكتبه فوق ال 100. تمام اهو، يلا نعمل بلس 1 بلس 3 1 بلس 3 4، 3 في مخي و 1 على ايدي، بعد 3 4 4 بلس 2، احنا بنمشي في الماس بنقرا المساله كده من هنا لهنا، 4 بلس 2 4 بلس 2، ال 4 في مخي وال 2 على ايدي، بعد ال 4 5 6، يبقى اهو، يبقى النمبر الجديد اللي طلع لي 642. تمام، يبقى اول حاجه المهم جدا ان احنا نقرا المساله في الماس صح، نقراها من هنا لهنا، يعني نمشي كده. تمام، يعني 4 بلس 8 6 بلس 7 3 بلس 2، دي حاجه مهمه جدا ولازم نعملها علشان ما تلخبطناش في حاجات كتير. والحاجه الثانيه ان احنا لازم نبدا بالونس، وانس مع وانس ونكتبها تحت الوانس، تنس مع تنس ونكتبها تحت التنس، 100 مع 100 ونكتبه تحت ال 100. طيب الحاجه المهمه كمان ان انا ما ينفعش اجي تحت ال 1 واكتب رقم بيتكون من 2 ديجيت، يعني اللي هو مين الرقم بيتكون من 2 ديجيت؟ اللي هو بيبدا من اول ال 10 10 لحد انت طالع بقى، ما ينفعش. يعني مثلا هنا ال 12 ما رضيتش اكتب غير ال 2 بس. طب وال 1 بتاع ال 12 ده حطيته فين؟ انا خلاص طبعا هنا انت واخد بالك ان انت بتتكلم هنا تعمل اد مع رقم بيتكون من 2 ديجيت فوق اللي عليه ورقم بيتكون من 1 ديجيت، نفس الكلام. اما هنا ساعتها الرقم اللي بيتكون من 1 ديجيت ده هيتحط تحت ال 1، كتبت ال 4 وال 1 بتاع ال 14 دي مهم جدا ان تركز حطيته فوق مين؟ مين كان عليه الدور بقى؟ اللي انت تكتب على كل رقم 1 و 10 و 100 وتبدا بال 1 مع ال 1 وال 10 مع ال 10 وال 100 مع ال 100. طبعا السنه دي انا عندي جدا ان مفيش حاجه اسمها تحت ال 1 يتكتب رقمين ولا تحت ال 10 يتكتب رقمين. ال 1 بتاع الرقم الثاني مثلا لو 12 زي ما احنا قلنا هنكتب ال 2 وال 1 هيترحل على ال 10. طب لو انا اصلا بجمع ال 10 ال 1 هيترحل على ال 100، هيترحل على ال 100. واحنا دلوقتي عندنا تو فورمز للاديشن، عندنا فوق بعض كده وبيكتبوا جنب بعض. اهم حاجه تقرا في الماس صح، احنا بنقرا من الشمال لليمين. يلا حل الاسئله دي وابعتها لي على صفحه اسس ببساطه اللي اللينك بتاعها هيبقى موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، حلها لي وانا هبعت لك اقول صح ولا غلط، وكمان هنزل اجابتك وهنزل الديجري اللي انت هتبقى واخده، يعني هشوف انت واخد كام وهشوف هتبقى واخد اكسلنت ولا جود، وهنبعتها وهنزلها لك في صفحه اسس ببساطه. مستنيه اجابتكم علشان باساميكم ان شاء الله نحطها، واعمل لايك للفيديو بقى عشان ناس كتير تشارك معاك. شكرا ليك جدا.